السلام عليكم. أنا أسامة عاشور، اتفرجت فيا في نقمة وفي وطنية وعلى الفيسبوك. قلت في ناس ما قلت راني خديت فلوس ومطلب من الشعب التونسي سامحني و مالكش سيتي. وفي الوطنية قلت راهي فما مدرسين تاخد فلوس وكل شيء، حطيتكم في عاركم. اللي أنا اللي قلت الشيء هذا غصبا بيه، خاطر انا كي تهزيت اليوم من الاول، معناها من اول بوليس هزني قال لي انت حاسنا بيك حاجه كده، جابوا لي كلام باش نقوله رفضت في بالي باش تقف الحكايه عند الضرب والتوقيف. حتى الاولاد اللي توقفوا غادي يمكن لاحظوا حاجه، لاحظوا لي كلنا مع بعضهم، معناها كان انا وحدي حاطيني في بيت وحدي، خاطر اغتصبوني على ذاك. انا قلت الكلام هذاك، مي ما فماش حتى كلمة صحيحة. قالوا لي قول، زاد قصاها هما ما خلونيش نقولها قدام الكاميرا، قالوا لي قول اللي فما احزاب هي اللي قاعدة تعطي في الفلوس بما فيهم حزب حمر الهمامي والمجلس بتاع الحريات بتاع سهام السدرين، اللي انا ما ننتمي حتى حزب. وبعد طلبوا مني باش نولي نخدم معاهم بلغتهم هما، التعاون في البلاد اللي بلغتنا احنا الشعب صباب. نحب نقول كلمة واحدة، راهو والله اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، الكلام هذاك راني كنت خاطر اتصلت. ما عادش نجم نكمل باش نوصل، ما عادش باش نكمل نرفض، ما عادش نكمل نرفض خاطر اغتصبوني. انا في بالي الحكايه باش تقف والله عند الضرب والتوقيف، اللي هما معناها كيما يقولوا فيها لا عندهم لا كرامه لا ذمه، لا يعرفوا لا حرام لا حلال، لا يعرفوا حتى شيء. انا نعمل له والله ماهوش صحيح، ويعمل لي والله محمد والنبي خليهم على جنب حطهم في القجر. يعني كان مازالت السياسه هذه توا موجوده، دونك ما استغربش انا بن علي راه مازال موجود في القصر. هذه الحريه اللي نتكلم عليها. ونحب نقول حاجه اخرى، راهو الاولاد هذوك اللي ريتوهم يتكلموا اقسم بالله لو واحد فيهم قال كلام على القناع، فما شكون اللي تضرب، فما شكون اللي يخاف، فهمتني؟ هما حبوا وقت اللي قالوا راهو لله محمد رسول الله، قالوا انا ما وقف لهمش على خاطر ما لقيناش عندهم حتى شيء. لا، بالنسبه للاولاد هذوك ما تقابلتش معاهم، اما انا علاش سيبوني بالضبط كيما قلت لكم باش نولي نخدم معاهم، فهمتني؟ وانا راني هبطت الفيديو هذا لا يزي باش نكذب الكلام اللي تقال، اللي هو قلته انا بالغصب. ان شاء الله ربي يسامحني، ان شاء الله بالرسمي الشعب التونسي المره هذه نطلبها يا طريق حر كيما يقولوا فيها، في راحه من عقلي في كامل مديرتي العقليه. ان شاء الله الشعب التونسي يسامحني على الكلام اللي قلته في الوطنيه وفي نسمه. إذا ما شفتونيش راني اعتقلت مرة أخرى ولا مت.